ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أصيب الممثل المغربي سعيد الناصري بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حسب ما أكدته مصادر مقربة منه. وذكرت بعض المصادر أن الحالة الصحية للناصر وعائلته جد حرجة، في حين أكدت المصادر أنهم مصابون بالفيروس ويخضعون للحجر الصحي بالمستشفى. وقد نشر الناصري فيديو من داخل المستشفى ويظهر من خلاله في حالة صحية متدهورة، حيث كان يستنشق الأكسجين من أجل التنفس. وأكد أيضا أن ابنته اضطرت لوضع جنينها بسبب الإصابة بكورونا، حيث أكد أنه منذ 21 يوما وهو يتلقى العلاج في المستشفى بعد أن تدهورت حالته الصحية بسبب الإصابة بفيروس كورونا الذي نخر جسده. وتجدر الإشارة إلى أن أخ الفنان سعيد الناصري توفي بجراء كورونا بالديار الفرنسية. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.